هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكون بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الجوزاء. راح أحكي فيها عن مشاعر الحبيب نوايا، وكيف ما بقول كل مرة. راح أحكي كذلك عن مشاعرك أنت ونواياك. راح أعملها بطريقة المرايا. كذلك راح أحكي عن العزاب، الناس اللي عم تنتظر قدوم شخص جديد. راح نشوف بالتاروت شو راح يطلع لكم يا برج الجوزاء. كذلك يعني وكيف ما عودت أنه هالقراءة تقبل أن تكون عكسية، وكذلك ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. شوف أي قراءة تنطبق عليك ويعني اقرأ له، اسمع له. كذلك يعني ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي. برج الجوزاء شهر نوفمبر. عم يطلع لي حاليا يا برج الجوزاء كأنه عم تتعب وعم تعمل بنسبة كبيرة يا برج الجوزاء، بس ما عم تشوف في نتيجة، ما عم تشوف في مردود، في نوع من الخسارة والصدمة التي تعرضت لها يا برج الجوزاء. عم شوف في صدمة تعرضت لها، وعم شوف انه في نوع من العمل والكد بنسبة كبيرة، بس ما في تحصيل. بس ان شاء الله رح تنعدل الامور لصالحك يا برج الجوزاء، يعني فترة ورح تعدي. رح عم شوف كذلك على انه الحبيب يمر بنقلة نوعية، بس ممكن ما تكون جيدة بالنسبة له. بس هالنقلة الغير جيدة رح تحمله الى شيء جيد. عم شوف انه كذلك هو تعرض لخسارة، تعرض لشيء ما حبه، بس هذه يعني هذا الوضع اللي بمر فيه حاليا الحبيب، عم شوفه رح يجعله شخص آخر، يجعله شخص روحاني أكثر، يتعلم من هذا الدرس الكتير، ورح يقدر النعم اللي هو فيها حاليا. أوكي، عم شوفك حاليا يا برج الجوزاء ممكن مهتم بالأمور العائلية أكثر، ممكن هذا الشخص شاغل بالك بنسبة كبيرة، كأنه بتحس حالك تحطمت أحلامك، كنت عم تحلم بأشياء كثيرة معه يا برج الجوزاء، بس عم شو كأنه تبددت الأمور، وعم شوف في نوع من الصدمة أنت متعرض لها يا برج الجوزاء. ما بعرف شو فيه، بس في نوع من الصدمة تعرضت لها، في شيء صدمك، في شيء غير تفكيرك، في شيء فتح عيونك أكثر للواقع، كأنه كنت عم تعيش أحلام، كنت عم تعيش أشياء منا واقعية، وفتحت عيونك للواقع حاليا. أوكي، كذلك عم شوف الشريك عم يتذكر اللحظات الجميلة معك، في نوع من الاشتياق، في نوع من التذكر للحظات بينك وبينه، في نوع من الاشتياق الكبير بالنسبة له. بس شوفي لأنه كذلك هو بمر من نقلة نوعية غير جيدة، ممكن كذلك يتعرض لصدمة هذا الإنسان. عم شوف حاليا أنت يعني عم تفكر بشيء من ال واخد وقت، عم تفكر بكتير من الأشياء، يعني واخد وقت لنفسك. ممكن حاليا عم تمر بمرحلة ليست بالجيدة، عم تحدد أولوياتك، وعم تفكر شو الخطوة اللي بعدها. أوكي، الخطوة الجاية. بس عم شوفك على انه عم تشوف انت هذا الانسان كذلك مبتعد ومش عاطيك وقت، ممكن مهتم باشياء اخرى من غير الاهتمام فيك.
ممكن حتى الموضوع العملي هو اللي شاغله بهذا الوقت، لأنه عم تشوفه الكينج اوف بنتكلز، وعم تشوفه أنت بعيونك الكينج اوف بنتكلز، يعني شخص ماديته حلوة عم يشتغل على موضوع المادي، وشخص عنده خبرة جيدة بالموضوع المالي والمادي. كذلك هو عم يشوفك شخص جميل، إنسان طيب، فيك نوع من الحساسية الكتير زائدة، بيشوفك شخص نوعا ما حساس. كذلك بهذه الفترة عم يشوفك شخص مبتعد، عم يشوفك مبتعد علي بالفترة الحالية، بس أنا عم شوف كأنه الأوضاع رح تتغير لصالحك، لأنه عم تمروا بنيتكم بشيء من التغيير. أوكي، عم شوف كذلك على أنه عم يشوفك شخص عندك طاقة وعندك باور، وعم تبحث عن حالك، تبحث عن بالرغم من أنه كتير أشياء ممكن ما تكون بصالحك يا برج الجوزي، عم يشوفك على أنه بتطل جد الطاقة وتتفائل بالغد الجميل. أوكي، ويعني هذه صفة جميلة جدا بالجوزي، شخص بالرغم من كل الأشياء أو كل العثرات اللي بحياته بتكون شخص بيتفائل بالخير وبينظر بشكل إيجابي للأشياء. كذلك أنا عم أشوف أنه في حب قوي بتحبه لهالإنسان، في نوع من الحب، ممكن حتى أنت عم تنتظر هذا الشخص إذا كان مبتعد وما فيك. أنا ما عم أشوف فيه خصام، بس عم أشوف في نوع من الابتعاد، كأنه أنت تعرضت لشيء يعني خليك أنه تبتعد عن الشريك، وكذلك عم أشوف الشريك الآخر في شيء أو في سبب خلى هالإنسان يبتعد عنك لفترة، ممكن ما يكون خصام بس في نوع من البعد، لا يعني لا يعمل أشياء كتير بحياته. أوكي، عم شوف في انتظار لإلك والاهتمام بالمجال العملي، بالرغم من أن المجال العملي ما عم شوفه يعطي نتائج جيدة لإلك يا برج القوس، يا برج الجوزاء سامحوني. كذلك الشريك الآخر عنده نية انه يرجع لإلك، بس عم شوفه اذا كنتوا مبتعدين عن بعض ممكن ترجعوا، بس ترجعوا من بعد ما يحكي كلام قاسي عليك، يحكي يجرحك شوي، لانه عم شوفه متألم وكأنه بده يعاتبك، بدو عاتبك بس بقسوة، بنوع من القسوة. عم شوف كذلك على انه الاوضاع المستقبلية كيف راح تكون، عم شوف في نجاح ان شاء الله من بعد خسارة راح تتعرض لها، او انت تمر بهذه الخسارة بتحس حالك في نوع، حتى لو ما كانت خسارة مادية، او انت بتحس بحالك بهذا الوقت في نوع من الخسران كيف ما كان، يعني عم تحسه بس عم شوف في نجاح، لأنه هيدا كانت نجاح العملي، عم شوف في نجاح عملي وحتى نجاح ممكن بمجال الحب. إن شاء الله رح يكون خير لإلكم يا برج الجوزاء. الطاقات اللي عم تطلع عندي هي برج العقرب، برج العذراء، كذلك برج الحوت عم يطلع، بس في أبراج المائية، في الأبراج الترابية والنارية كذلك. الهوائي في برج الها، يعني في الهوائي كذلك، بس او الطاقات الغاء يعني الكتيري او بهذه القراءة هي الابراج المائية والترابية اكثر، في نسبة كبيرة لهذه الطاقات، لهذه الطاقات. اما عن الناس العزاب، الناس اللي ممكن ينتظروا شخص وما عم شوف بهذه اللحظة، عم شوف كأنه كنت عم تحب شخص وهو حاليا مبتعد عنك، بتفكر انه تبعت له مسج، بتفكر انه تحكي معه، لأنه بس في نوع من كسرة قلب تمنعك يا برج الجوزاء، كسر قلبك وراح وتركك بهذه الفترة، بالرغم من أنه بتنتظر شخص وانت حاليا عازب، عم تنتظر قدوم شخص جديد، بس أنت عم تفكر أكثر
بشخص من الماضي، في نوع من التفكير بشخص من الماضي. النصيحة لإلك، عم شوف أنه في قدوم أشياء جميلة لإلك يا عزب، يا عزب برج الجوزاء. عم شوف في تحقيق لأحلام كنتوا عم تنتظروها، بس إن شاء الله راح تكون عن قريب. أشياء جميلة ممكن تكون بالمجال العملي وحتى بالمجال الحب، لأنه عم شوف في نوع من العطاء. في كتير أمنيات تمنيتها يا برج الجوزاء، خاصة للعزاب، بس عم شوفها رح تتحقق. حتى الناس اللي مرتبطين أو حاليا منفصلين انفصال، عم شوفهم كذلك رح يمروا من أزمة حاليا عم يمروا فيها، رح تنتهي ورح تبدأ أشياء جميلة إن شاء الله. غالبا عم يطلع لي هون ورق الأطفال، ممكن يكون في أطفال بينك وبين هذا الشريك، ممكن هذا هو مجال الخلاف بينك وبينهم الناس المتزوجين. وكذلك عم يطلع هون إنه في موضوع صحي شاغل بالكم، ممكن هذا هو المشكل، في موضوع صحي كذلك. بقول لك انه الحب او طاقة الحب رح تشفيك من اي شيء تريده. لا تقلق، فقط شعر بهذا الحب ليشفيك. اوكي، مش يعني هذه القراءة مش مجرد انه حب شخص او حب، ممكن تحب حالك، ممكن تحب امك، ممكن هذا طاقة الحب الجميل، حب الاطفال كذلك، تشافي من كل الأشياء السلبية، لأنه طاقة الحب طاقة جميلة ممكن تستغلوها لتتشافوا من كتير أشياء. ما تفكروا بالأشياء السلبية، هذه نصيحة لكم ولكل الأبراج، إنه ما تفكروا بشيء من السلبية، فكروا بالإيجابي لكي تتغير حياتكم للإيجابي. أوكي، طاقة سلبية ما بتجيب إلا سلبي، وما بتجيب إلا أشياء سلبية بالحياة. لهيك حاولوا انه بالرغم من انه الاشياء ممكن تكون مظلمة بحياتك، تشوف النور من بين هذه الظلمة بالحياة، تشوف النور، وان شاء الله ما يكون الا النور. بتمنى لكم كل الخير يا برج الجوزاء، وبتمنى لكم شهر مبارك. هذا الشهر يكون شهر خيرات عليكم، وهذا كل شيء.